جبال تتنزل عليها الرحمات والأنوار الإلهية، جبل حراء المتفرد والمتفضل والمختص بكلام يتلى آناء الليل وأطراف النهار، جبل امتد صلة بين السماء والأرض، نزل عليه الروح الأمين فظل شاهدا بخطوات على خطى من لم ينطق عن الهوى. تاريخ أثر على حياة الإنسانية، لأن هذا هو الجبل الذي شهد نزول أول آيات الذكر الحكيم على المصطفى عليه الصلاة والسلام. مما يحسب أو مما تبر مزايا وفضائل لهذا الجبل هو أنه تشرف بكلام الله، والميزة الثانية نزول جبريل عليه، والشرف الثالث هو صعود النبي على قمة هذا الجبل. قبل 1450 عام صعد الرجل الذي بلغ أشده هذا الشامخ ليوحى إليه اقرأ. المصطفى عليه الصلاة والسلام يعني أسقط بيده، يعني ذهل، فجأ منظر، يعني فيه شيء من الرهبة والخوف والوجل لم يخطر على بالي عليه الصلاة والسلام. فيأتي إليه ويقبضه ويقول: يا محمد اقرأ. رسول الله ما كان يقرأ، قال: لست بقارئ. فيخط كما جاء في الرواية في السيرة النبوية حتى يكاد أنه يفقد نفسه، ثم يطلقه يقول: اقرأ. ويجيبه: لست بقارئ. في الثالثة يقول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم. وكان هذا في رمضان على فكرة، نزول جبريل عليه السلام على المصطفى في رمضان، شهر رمضان المبارك، بهذه الآية، أول آيات الذكر الحكيم التي تنزل على المصطفى عليه الصلاة والسلام، دلالة على أن هذه الأمة الإسلامية أمة علم وأمة قراءة وأمة كتاب. ولو عكست قراءة هذه الكلمة تجدها أنها إرقاء، فبالقراءة ترقى الأمم وتقوم وتنمو الحضارات. فكان لذلك يعني لهذه الكلمة مدلولها ومغزاها التاريخ. سنوات مكثها المصطفى مترددا على هذه السفور، صاعدا يخلو بنفسه متفكرا في ملكوت لم يخلق باطلا. كان النبي في 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 الغار يتعبد الله، يتعبد الله فكرا بالتأمل في الكون وبالتأمل ما كان عليه حال قريش وبالتأمل في 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 فيما هو الخروج من هذا المأزق الروحي الذي يعيشه المجتمع المكي في تلك الفترة. فكان دبر الله عز وجل له هذه العزلة وهذا المكان لكي يتأمل ويتفكر ويتعبد الله عز وجل. لم يكن يعني يظن أنه سينزل عليه جبريل أو أنه سوف يكون نبي هذه الأمة، ولكنه بفطرته كان يرفض ما كانت تعبده قريش في مكة من المعبودات، من الأصنام، من الأحجار، من كذا كذا، ولهذا يهرب من هذا المجتمع كأنه نوع من الاحتجاج، كأنه يحتج على ما على ما يمارس في المجتمع المكي. فيخرج عليه الصلاة والسلام إلى غار حراء ويتعبد في هذا الغار ويجلس في هذا الغار، والغار هذا مجرد أن تجلس فيه وتتوجه نحو الجنوب تجد القبلة أمامك، الكعبة، لا يحجبها عنك حاجب من طبيعي. فهذه حكمة. أشهد أن لا إله إلا الله،
رحم ولدت منه الأمة، عقيدتها، شريعتها وحضارتها، بكتاب سماوي غير مسيرة البشرية. مكة المكرمة تاريخ مفتوح. ليه؟ لأنه الرسول يعني خطأ بيته في 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 شعب بني هاشم، كان يسير جهة الحرم إلى بيت خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها زوجته، ويخرج من هناك إلى البطحاء، ويخرج من جبل حراء يتعبد، ويرجع إلى جبل ثور ليهاجر. فصل من فصول تاريخ أم القرى لا يزال شاهداً يستحق أن يروى. من غار حراء، سامي جميل، MBC.